مأساة حقيقية في العراق هي القطاع الصحي. في محافظة بابل سيارة إسعاف قامت بنقل 4 مرضى بنفس السيارة. حال مأساوي للواقع الصحي في العراق وسط تساؤلات عن المليارات التي تقول الحكومات المتعاقبة إنها أنفقتها على القطاع الصحي في العراق. منذ تقرير سابق لمنظمة الصحة العالمية والذي صدر في عام 1989 أشاد فيه المنظمة بتقريرها المستوى الصحي الجيد في دولة العراق، واعتبرته آنذاك من الدول المتقدمة في هذا الجانب. طبعا منذ ذلك التقرير إلى هذا الحال المأساوي للواقع الصحي في العراق بعد الاحتلال، فنشاهد. اخوان شوفوا هاي الحالة اللي حله 4 بسيارة. ايه مو 4، 6 بسيارة. ايه البنزين ماكو. من البنزين ماكو. فلوس بنزين ماكو. هاي السواق تقول فلوس بنزين ماكو. بس اطلع انا عمي بس دقيقة بس ايش فيه يقول بنزين ماكو. شوف هاي العالم. شوف هاي العالم الواقفة. اسعاف ماكو بنزين يقولون. شوف الحالة. طبعا عذر أقبح من ذنب عندما يكون الحديث عن بنزين للسيارة سيارة الإسعاف في دولة نفطية كالعراق. يطرح بعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي أسئلة بهذا الخصوص، كيف سيكون حال العراق وحال السيارات سيارات الإسعاف في دولة كالعراق إن لم تكن هناك هذه البحار من البترول التي يعم فوقها العراقيون؟